بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي، نكلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس، نكلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. نكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير. تتوقع انت لو قبلنا الخطاب نتاعو قررنا ويستقبل فينا يهزي بكرتوش حي بعد حين الخبز قبل الحريه سمحت هي قالتها ناس شبعانه وتحب تنوم الشعب لا باب الحريه قبل الخبز مشى رجال العرسة طاح ضرب الضوء طاح مات ولدي هاك ما تشوفوله هذا لونه لون مذبع ثور شكون جابها ثور ثور محمد بوعزيزي كلنا محمد بوعزيزي الروح والدم فيك يا شهيد الروح والدم كما نرحب ترحيبا كبيرا بهذه القافلة التي ترد على مدينة رديف قافلة الشكر. بنا حق نتكلم ودنا غلطين ودنا نمارسوا في السياسة حتى ولو يسقط الدم من جديد لا عودة إلى الوراء. ما يلزموش يبقى هنا المركز الناس كل ظلمت فيها الناس كل تربطت فيها كيف الناس كل توقفت فيها كيف يا ناس حسوا بينا رانا شعب واحد لا شعبين من بنزرت لطاطاوي شعب واحد لا